قفشه طبعا زي ما قال الكابتن علاء حرك الفرقه بالتغييره اللي بين الشوطين بنزول قفشه وخروج جونيور، دي حركت الملعب، عملت حركه في الملعب، عملت انسيابيه في الملعب وفي الاداء. وعادل قال ان يعني لازم يبقى فيه 10 رقم 10 لعيب رقم 10 اللي هو قفشه، وليد سليمان، صالح جمعه، حاجه من النوعيه دي تبقى موجوده عشان تبدا توزع اللعب وتنظم. النقطه اللي انا عايز كمان يعني بتميز النهارده الشوط الثاني برضو هي البحث عن الهدف باستمرار. يعني ممكن هو جه في الدقيقه 80 الهدف، ويمكن قلنا احنا هيتاخر شويه، لكن برضو لو رجعت تاني للاحصائيات هتلاقي النادي الاهلي احرز 26 هدف. انا قلت لك احرز 26 هدف في اخر ربع ساعة. اخر ربع ساعه، فاحتمالات احرازه اكتر نسبه احرزها النادي الاهلي هي 26 هدف في اخر ربع ساعه، من الدقيقه 75 للدقيقه 90. الشوط الثاني معدي طبعا، داخل في 48 هدف من اصل 66. الشوط الثاني ليه دلائل كتيره جدا، تغييرات مستر فايلر النهارده يعني كلها مركز بمركز، طلع جونيور نزل قفشه. هنتكلم على التغييرات الفتره اللي جايه، لكن انا شايف الناحيه البدنيه مميزه جدا، الرغبه في الفوز لغايه ما الهدف بيجي، النادي الاهلي بيحاول، لعيبه الاهلي بتحاول على طول، عايزين يعني باستمرار يكسبوا، ما هديوش خالص حتى بعد الهدف. طنطا بدات تهاجم عشان ترجع تاني للمباراه، والنادي الاهلي لحيت له اكتر من فرصه برضو بعد الهدف، كان ممكن يجيب هدف تاني، لكن في النهايه 3 بونت مهم يعني بياكدوا صداره الاهلي. الارقام القياسيه زي ما انت قلت قبل الاستوديو، ومبروك للنادي الاهلي، ومبروك للجهاز الفني واللعيبه، هارد لك طبعا لفرقه طنطا زي ما انت قلت، يعني مستوى متواضع، بيحاولوا يبذلوا مجهود، بيحاولوا ان هم يطلعوا بالكوره حسب امكانياتهم، حسب امكانياتهم، وحسب عمره ما يقدر يجاريك. لا مش هيجاريك طبعا، عمره ما يقدر يجاريك، لكن هو على حسب امكانياتهم، وحاولوا هم حاولوا برضو باكتر من محاوله، لكن يعني يمكن في كره اخيره للراجل عكسها الناحيه الثانيه اللي اتعور فيها رامي ربيعه، دي خطر جدا يعني، ولازم بالزبط. ولازم كان يتمركز فيها محمود وحيد، الكره دي لو متشاله خفيف شويه على راس لاعب طنطا كانت كابتن عادل، شفنا مساحات كتير جدا في